الفرنسي ولاعب وسط ميدان فريق تولوز أدريان ريكاتون ومهدي النملي لاعب المغرب التطواني، كما سجلت اللائحة عودة كل من عادل هرماش وأحمد القنطري ومنير الحمداوي، في حين لم يتم استدعاء عميد أسودار أطلس حسين خرجة، علما أن الطوسي كان قد قال في الندوة الصحفية التي عقدها أمس أنه فضل إراحة خرجة خلال هذه المباراة التي تبقى مناسبة لتجريب بعض اللاعبين، مضيفا أن هناك بعض المعايير قد تم وضعها من أجل اختيار العناصر المناسبة. انه سبق لي وذكرت بانه راه ما كانش اللي كيعتبر الواحد شيء لهين باش تلقى منتخب باش تلعب فيه من حجم منتخب ديال طوغو، كما سبق كانت هناك يعني لا روي فيغ لي ماتش اميكو ديال لي زونترينور، يعني كان التهافت شكون اللي غيلقى مباراه وديه تقدر تصدق بلا مباراه. فاحنا الحمد لله كما قلت يعني ب ب ب ب ب ب ب ب ب بالعلاقه الجيده ديال المسؤولين ديالنا في شخص سي كريم العالمي، كان موجود علاقه جيده في الطريق في الاتحاد الافريقي، علاقه مع المسؤولين، علاقه اللي كذلك مع التقنيين اللي كانوا هناك، يعني تبين بانه في الوقت اللي دارت القرعه استغلينا هذه العلاقه. ونقول لك بان نعسنا في واحد الوقت متاخر من الليل حتى باش نلقاو مباراه وديه، لانه ما قدروش يلعبوا مع غانا اللي كانت في السابق في الخيارات ديالنا، ما قدروش يلعبوا مع النيجر لان في المجموعه باء كذلك مع غانا، ما قدروش يلعبوا مع مالي. ف اظن بانه المنتخب الطوغولي اللي الى جبتي غير واحد رجعتي غير شي امام الوراء وجبتي يعني كيفاش كان على الصعيد الافريقي راه من المنافس الاقوياء. الحمد لله بيان سور الحمد لله كنشجل جيسبر كو سافا كونتينيي شو شو بيان لانسي شو جو مي سون بيان دو ميز اون ميو دونك ان شاء الله سافا ايت باغي بور ليكيب ناسيونال باسكو اون ا بيزوان دو سا اي بي اون فيرا بار لا سويت ان شاء الله بور بيان سبريباري بور لا كان. بعداك هاد لامعه تكون عندنا ليكسبيريونس ديال اون كوب دافريك، بزاف ديال اللعابه كانوا في هذيك الكاس افريقيا اللي فات كان بروميير كوب دافريك، دابا مع ليكسبيريونس اللي غادي نديو ان شاء الله مع ليكسبيريونس اوسي كونتينونتال ديال سي طوسي ان شاء الله غادي نكونوا